بدءا من الغد. النصراويين او وزاره الرياضه في بيانها اليوم اعلنت انه فتح باب الانتخابات من الغد اللي هو يوم الاثنين. انا اتمنى ان يستفيد النصراويين من الدروس. يعني الاداره الماضيه جاءت بلا ارث رياضي. نعم. بلا ارث تاريخ رياضي من كل الجوانب. لا تملك اي فكره عن الوسط الرياضي ولا عن الانظمه الرياضيه ولا عن كره القدم ولا عن انظمتها ولا عن انظمه كافه الالعاب. النصراويين يجب عليهم من الغد عندما يشاهدون اشخاص ياتون يرشحون انفسهم لرئاسه النادي او لعضويه مجلس الاداره وهم لا يملكون اي ارث رياضي الا يستقبلوهم. مو معقول اني انا اجيب لي ناس لا يملكون اي خبرات رياضيه ومسكهم نادي جماهيري ونادي له قيمه في المجتمع الرياضي مش في المملكه العربيه السعوديه في منطقه الخليج والشرق الاوسط. جميل. فانا اتمنى من النصراويين من الغد انه الذين ياتون يعني مثلا في اسماء رنانه في نادي النصر يجب انها يعني تتقدم لرئاسه النصر. جميل.